لو الحكاية فيها إن فيجو رقم البطرسية والأوضة شغال، ولما دخلت كان الأمن مفيش حد على الباب، كان كلهم قاعدين بيفطروا جوه العربية. بعدين دخلت خدت بركة وخرجت، بعد ما خرجت بدقيقتين القنبلة حصلت من ناحية السيدات. بس ما شفتوش مين اللي حطها؟ لا ما شفتش. كان بعد الصلاة ولا قبل؟ لا والصلاة شغالة، القداس كان شغال الساعة 10 في حدود 10 ل 10 بالظبط. كانوا قاعدين بيفطروا مش فاضيين، اللي مات كان جوه العربية. كم واحد مات؟ محدش كان واقف على باب الكنيسة. كم واحد مات؟ أنا مش عارفة، بس هما تقريبا بيقولوا 7، أنا مش عارفة. أوكي، يعني قوات الأمن كانت بيفطروا مش فاضيين، بتوع الأمن كانوا جوه العربية قاعدين جوه العربية، الكنيسة سايبينها فاضية، مفيش حد بتاع امن بيفتش اللي داخل ولا اللي خارج. الفجر حصل ازاي؟ كان قنبله داخل الكنيسه اثناء القداس. واحده ست اللي هي حطيتها الله اعلم، معرفش.